سائل يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، صلاة الفجر وصلاة العصر يتأخر دائما علي، وذلك بسبب النوم، ما حكم الشرع في تأخير هاتين الصلاتين؟ أنت كسلان، هذا كسل فيك. الواجب عليك تصلي مع المسلمين، صلي في المسجد وتعود نفسك على هذا، ولا تعودها النوم، تعودها الكسل. اتق الله في نفسك، صل مع المسلمين، صل صلاة في وقتها مع الجماعة، عود نفسك على هذا، لا تعودها الكسل والنوم والتساهل. نعم. سأل يقول: يا فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الخاتم الذي من الحديد؟ يكره لبس الخاتم من الحديد، هو مباح، قوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، يباح لبسه، لكن يكره لأنه حلية أهل النار فيكره. نعم.